الحمد لله دائما أن الإنسان يرضى عن نفسه في آخر حياته أنه أنجز شيئا طيبا. وكان التوجه إلى الحديث النبوي الشريف بالرغم من أنني لم أدرس في الجامعة حديثا، ليس عندي شهادة في البكالوريوس في الحديث ولا في الماجستير ولا في الدكتوراه، لكني أحببت الحديث، أحببت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب في روحي وفي نفسي حتى ملك علي قلبي. كنت أرحل إلى البلدان للقاء المشايخ والاستفادة منهم والجلوس عند أقدامهم وركبهم. كان صديقنا الشيخ عبد الرزاق اسكندر حفظه الله تعالى يقول: ما استفدت شيئا مثل جلوسي عند قدم شيخي محمد يوسف البنوري رحمة الله عليه. كنت أستفيد، كنت أفرك له قدميه ورجليه، وحين يتحدث أستفيد من علمه. وكنا نذهب إلى تلك البلدان ونرى طلبة العلم كما هذه هي الوجوه الطيبة، يدوون بالقرآن كدوي النحل، ويدوون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كدوي النحل. هذا فيه يظهر عز الإسلام في بلاد الهند وفي بلاد باكستان وفي البلاد التي زرناها في كل أنحاء العالم. كنا نرى هذه الوجوه الطيبة، وهذا من نعم الله علينا وعميم إحسانه إلينا أن دلنا على هذا الطريق العظيم.